عالم الإصدارات، أين سنقترح عليكم اليوم كتاب المثقفون والمغلطون للانتصار الإعلامي لخبراء الكذب للكاتب والدكتور باسكال بونيفاس في هذه القراءة لطارق مغنم. صدر عن دار جون كلود جاواسوتش للنشر كتاب تحت عنوان المثقفون المغالطون الانتصار الإعلامي لخبراء الكذب للكاتب الدكتور باسكال بونيفاس. يطرح الكاتب من خلال مؤلفه الانتصار الإعلامي لخبراء الكذب سؤالا إشكاليا حول المكان المركزي الذي يحتله الكذب في النقاش العام حول القضايا العالمية والاستراتيجية في الإعلام الفرنسي، ويقدم عينة من خبراء التزوير والمغالطة وتقنياتهم. ويركز الدكتور باسكال بونيفاس على وسائل الإعلام الفرنسية وخاصة القنوات التلفزيونية التي توجه الرأي العام مستعملة ثلة من المغالطين لصناعة معنى وتوجه معين، وذلك باختيار دقيق للضيوف وتحديد زوايا ومنطلقات النقاش. ركز أيضا المؤلف حول الكتاب في فرنسا الذي له أهمية معتبرة تاريخيا ويلقى رواجا واسعا سواء كان إلكترونيا أو ورقيا، وأي كتاب لأحد المثقفين المغالطين يلقى الدعم الباهر في المعارض ويعرف به كأفضل ما يكون في كل وسائل الإعلام. وفي الوقت نفسه يحاصر الكتاب الذين لا ينددون بالدين ولا يقدمون الدعم اللامشروط لإسرائيل. ويربط الأستاذ باسكال بونيفاس بين تأثير المثقفين المغالطين في وسائل الإعلام الداعم لهم والمشهد الثقافي والاجتماعي من ناحية والمشهد السياسي الفرنسي من ناحية أخرى، إذ يؤثرون في السياسة الداخلية والخارجية الفرنسية مثل ما وقع في حرب العراق وموقفهم من يعارض الحرب واعتبروه مساندا لصدام حسين. وتبلغ المغالطة والتزوير منتهاها ليس سياسيا فقط بل وفلسفيا، إذ يعتبر باسكال بونيفاس أنه عندما يقدم برنار هنري ليفي على اعتباره فيلسوف القرن وتقدم أطروحاته في الفلسفة المعاصرة ويصل به حد التهور الفكري، أين يصف الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط بهذا المجنون الغاضب من الفكر المسعور من المفهوم، فذلك قتل للفلسفة باعتبارها تساؤلا وبحثا دائما عن الحقيقة لا تجتمع مع شخص كبرنارد ليفي الذي يعد سيد المغالطين.